مشاهدينا التلفزيون النصر في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جودا لوقت اللي نقدم لكم فوق النشرة الدارجية. استقبل الرئيس الجمهورية رئيس المجلس العسكري الانتقالي جنرال محمد إدريس ديبي إتنو في قصر الرئاسي الأمين التنفيذي هناسين ساد لتجمع للدول الساحل ساهرين. طيب التفاصيل مزونة من بريس بريزونسيل. يشهد تجمع دول الساحل والصحراء سين صاد حراكا نشطا هذه الأيام، وذلك من أجل إعادة تفعيل دور هذا التجمع الإقليمي وتنشيط هياكله المختلفة ليلعب دوره الإقليمي في تعزيز التعاون والعلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء. ويأتي لقاء رئيس المجلس العسكري الانتقالي رئيس الجمهورية رأس الدولة والرئيس الدوري لتجمع دول الساحل والصحراء الفريق محمد إدريس ديبي إتنو للأمين التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء بريجي رافيني، يأتي في إطار دعم هذا التجمع الإقليمي للنهوض به وتعزيز دوره في خدمة مواطني الدول الأعضاء في التجمع. وقدم الأمين التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء بريجي رافيني نفسه إلى الرئيس الدوري للتجمع الفريق محمد إدريس ديبي إتنو، وذلك بعد تعيينه أمينا تنفيذيا في يناير الماضي قبل أن يتناول معه تفعيل التعاون بين الدول الأعضاء من أجل إعادة تنشيط التجمع الذي يمر بأوقات صعبة على حد تعبير الأمين التنفيذي، وذلك أن الأمانة التنفيذية تمارس نشاطها من العاصمة أنجمينة بعيدا عن دولة المقر التي هي ليبيا، وكانت تشاد قد منحتها هذا المقر المؤقت للاستمرار في نشاطها منذ سنتين بعد اندلاع الأزمة الليبية. وقال الأمين التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء بريجي رافيني إنه قد حان الوقت لكي يستعيد التجمع نشاطه وكفاءته لمساعدة مواطني البلدان الأعضاء للاستمرار في العيش في هذا الفضاء وتحسين أحوالهم المعيشية، مضيفا أنه خلال اللقاء تلقى نصائح وتوجيهات من رئيس المجلس العسكري الانتقالي الرئيس الدوري للتجمع تصب في صالح النهوض بالتجمع حتى يتمكن من تحقيق أهدافه الرئيسية والمتمثلة في تحقيق الأمن السلام والتنمية المستدامة لصالح المواطنين في فضاء التجمع. رئيسنا الاتحاد الوطني للنقالين في تشاد بركاي تشو محمد في الوقت الانطلاقة عن البوند شارجما كان حاجة في ما يخص الانطلاقة حقهم في أراضي الوطنية التشادية. نتابع جزء من كلامه. أيوة نشكرك كثير. جلسنا هنا اليوم ده عند في نقطتين. النقطة الأول اللي منها الترانسبورتير كله عشان كوميتي دي جيستيون دي فري تيرستر سوينا أورغان جديد من ده قدام ده البون دي شارجما ومشاكل هنا ترانسبورتير هما سورتو هنا فريد في فريد ده كوبز يولي، وده جبنا اليوم مورينا لترانسبورتير جميع سيميو ومن بدينا فيلا ناس كتير خدمنا سوا ويعرفوا، لكن الماسيم كله ورينام ده الهدف الوايد. والهدف الثاني البوند شارجما. البوند شارجما ده انتو كلها كنت عارفوا من ده جيبانس كلمين كرة كتير، والبوند شارجما ده اليوم ده خلاص من ده قدام أوبراسيونيل في تشاد وفي كامرون أي مكان اللي عندنا فريد ده البوند شارجما من ده قدام ده خلاص ديسبونيبل، وأي ترانسبورتير تشاديين عند الدروا يخدم فيه كوتا حق الكوتا 65% الحكومة عندها ده بس هو يجي يشيل فوق بوند شارجما حقا وهم ما ينتو ده الهدف الديزم ده اللي بينا فوق. رئيسة منسقية النساء دكتورة فاطمة محمد تجدي كان صوت فوين دي بريسل كان حجت فيما يخص أهمية عن الحوار الوطني الشامل. نتابع جزء من كلامه. سيدات والسادة الصحفيين، سيداتي سادتي، ضيوفنا الأجلاء، كل حسب لقبه وعينه ونعته، سلام من قاءة السلام لشعب السلام سلام. اسمحوا لي أن أعرف شكري وتقديري وعرفاني لدولة قطر
التي احتضنت قضية هذا الوطن، كما نؤمن إيمانا راسخا أن وساطتها الفكرية ماثلة في إدارتها الرشيدة ذات الآراء السديدة والابتكارات الفريدة عن القضايا الجوهرية. كونها رحبت التشاديين جميعا معارضة كانت أو الحكومة لصالح هذا الوطن الأبيض. وعليه فإن المنسقية النسائية من أجل السلام والتنمية تناشد جميع المنظمات والجمعيات المدنية والكيانات السياسية إلى إدراك الوعي في ظل هذه الظروف الصارمة لجعل تشاك نواة الخير وغرس بذر السلام في أراضيها الخصبة، لجعل تشاد ملاذا للسلام. ولا يمكن تحقيق أي تنمية دون وجود سلام يركز على المصلحة العامة قبل الخاصة. ولكي ندرك على تدابير شاملة للحوار والوفاق والوحدة الوطنية لركب سفينة السلام إلى بر الأمان، سيداتي سادتي، نظرا للجهود الجبارة التي سطرها رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق محمد إدريس ديب إتنو في كوغد السلام والأمن والاستقرار، وأحدث حدث له هو خطاباته في الأقاليم الثلاث. نحن النساء في المنسقية النسائية من أجل السلام والتنمية نعرض له أن دعمنا الكامل في عملية البحث في حفظ السلام والأمن والاستقرار في وطننا الحبيبة. وأخيرا علينا جميعا النظر في كيفية بناء تشاد الجديدة لتصبح تشاد الخضراء، حرر في أن جمعنا بتاريخ 18 مايو 2022 النساء العازمات. في جولة كان سوتا الكاميرا انت الأخبار هنا تلفزيون النصور كان مشت في واحد شوارع الكبار، وكان لقت بعض من الشباب اللي كان ما طبقوا إيدينهم قاعدين ساكت مرقوا قاعدين يخدموا عشان يلقوا لهم سليات. الشباب اللي كان قاعدين يعنبالي الموتو يات حجو في ما يخوض شنو الخلام قاعدين يعنبالي الموتو ده. نتابع جزء من كلام في ميكروفون هنا أبو محمد قاعدور في سبحان الله رول إدم رول قاعدور أنا جيتيني أسا مجان هادم أنا جاكولا نعن مولو يريم يرو كولي هادم dan lawa santana genaru sana juke tirke genaru kan ke oke share jan marra nas ke chirga allah do mongola ya juru fiura kabiro kabiro dash lagar wa sana ji genaru genaru ni polo dawa dawa sidna dan sa mara jan post do chirga dawa zan gan se dawa zan kalam na jilo kalam sa إذن بالخبر خلاص كملت النشرة الدارجية. نشكركم كثير بشي في بوليتيل النصور، نخليكم كمان تستاهلوا متابعة سيرة ما باقي برنامج هنا التلفزيون النصور. فتر نقول لكم كل عام وانتم بخير.